ماما كندا كانت واحدة من أكبر محاربات جيش الستات، وما كانش في أي حاجة توقفها عن الحرب. يا رجالة يا كلاب يا كلاب، بكرهكوا يا حميرة، كلكم حميرة. يا كوباي يا كوباي. انت انسان حقير يا فاهم. يا كندا يلا. انت دي شكلها امان، انا مش قادره امسك السلاح. تعالي حبيبتي، معلش تعبانه قوي. مش تحلي بس، استني. جيت في بوبوين انا. معلش معلش، عندك فرده تانية سلمة. حاضر حاضر، ده اساعدك. اها، كان نفسي اقول للطبيعي كده اسرع. ها شد حيلك، قربت. ها ها، خدي نفس، خدي نفس بالراحه. شكرا. يا دادا، بنوته زي القمر. ولد ولد ولد، ليه يا رب؟ ليه ليه ولد؟ ليه اقتلي يا دادا؟ اقتلي ما ودي، انا مش عايزاه. ليه يا رب كده؟ انا كنت عايزه بنت، وكنت عايزه اسميها شاكيرا. يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده. مش هموته يا كندا، هنربيه وسطينا. كنت عايزه تسمي شاكيرا، هنسميه شاكير، وهيبقى محبوب مننا كلنا. المحبوب شاكير ابن كندا. ومن ساعتها وانا متربي معاهم وعايش معاهم في المعسكر، وباكل معاهم وبشرب معاهم، وبحبهم كلهم زي اخواتي. والله العظيم كلهم زي اخواتي. انا اصلا واخد جائزة احسن ولد في المعسكر بتاع البنات، وبعدين انا الولد الوحيد في المعسكر بتاع البنات. الحمد لله.